أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه تم تحديد شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي لإقامة بطولة السوبر المصري السعودي. وأضاف حسين أن هناك تنسيقا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاستقرار على موعد نهائي للمباراة، مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل تحديد الموعد.